ايه موضوع اشرف بن شرقي؟ اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي لعيب اجنبي. بكلمك على اشرف بن شرقي والاهلي والزمالك، انت فاهم طبعا. طبعا اشرف بن شرقي لعيب اجنبي لا يسعى الا وراء الماده، لا يسعى الا وراء الماده. ده كلام يعني ما فيهوش كلام قولا واحدا يعني. الراجل زملكاوي؟ لا مش زملكاوي. بيحب الزمالك؟ لا لا بيحب الزمالك، دي قصه ثانيه. بس مش حاسس زملكاوي، مفيش لعيب اجنبي زملكاوي. لا اقصد يعني الراجل نفسه بيطلع في كل مكان، او حتى وكيله بيتكلم ان هو لا مش وكيله. هو سمعته انت اشرف بن شرقي؟ لا بس ولا يعني انا سمعته. لا يعني في الحاجات اللي هي بتاعه تويتر وعلى الانستغرام، حب للزمالك وبعشق الزمالك. طب اقول لك مفاجاه، وده كلام على مسؤوليتي وكلام ما حدش يعرفه خالص. اشرف بن شرقي بعت انذار رسمي للزمالك امبارح بيهدده بفسخ التعاقد، فسخ التعاقد كمان بقى مش السنه لاخر الشهور بسبب عدم صرف مستحقاته من اول الموسم. اقول لك تاني، اشرف بن شرقي بعت امبارح انذار رسمي لنادي الزمالك. انا بكلمك بس انا برد بقول لك الخبر ده ليه، ردا على قصه ان هو زملكاوي بس. مش هسمع كده يا كريم. بعت اهو، بقول لك الخبر تاني وباكده لك اهو على مسؤوليتي انا، اشرف بن شرقي، ويطلع اي حد يكذبني. اشرف بن شرقي ارسل خطاب رسمي لنادي الزمالك بينذره بفسخ التعاقد بسبب عدم حصوله على مستحقاته من اول الموسم. طب لو فسخ التعاقد في يناير؟ خلاص فسخ تعاقده، فاللاعب لاعب حر ينتقل من يناير لاي نادي. لو لا. الفيفا فسخ له عقده، بس طبعا ده صعب، ده بياخد اجراءات يعني. الموضوع مش من يوم وليله يعني اللعيب بيفسخ عقده. بس اللعيب لو ثبت ان هو قعد فتره اعتقد 6 شهور او اقل كمان ما خدش مستحقاته، وعلى فكره هو ده الوضع، هو ولا خد مقدم عقد ولا خد اي فلوس، ولا هو ولا اي لعيب في الزمالك خدوا مقدمات العقود ولا اي مرتب من اول السنه ولا مكافاه الدوري الموسم اللي فات. الزمالك عنده ازمه ماديه طبعا، كل الدنيا عارفه طبعا. بس انا بقى بكلمك على طب ماشي، نفس الوضع على طارق حامد. طارق حامد ليه ما راحش اشتكى الزمالك؟ ليه؟ لانه زملكاوي بجد. بجد؟ ايوه طارق زملكاوي. أيوة. بس هتقول لي اشرف بن شرقي زملكاوي؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. هو اليو ديانج ده، سيبك من علي معلول، حطه على جنب شويه. اليو ديانج ده لو ما خدش فلوسه بكره من الاهلي 5 6 شهور هيعمل ايه؟ هيمشي. وعلى فكره حصلت مره ساعه الكورونا لو تفتكر، واليو ديانج في جزء من مرتبه اتشال، عمل ايه؟ انظر الاهلي ما انظروش رسمي، بس اتكلم مع الناس ان هو هيبتدي او اتكلم مع وكيله ان هو عايز يقدم شكوى ان هو عايز يمشي. اليو ديانج نفس الكلام على بدر بنون، نفس الكلام على بيرسي تاو. بيرسي تاو ده لو ما خدش فلوسه 3 4 شهور هيعمل ايه؟ ميكيسوني نفس الكلام. علي معلول ده قصه ثانيه. علي معلول الراجل خلاص خلاص هو بيختم حياته. في نفس الوقت هو بقاله قد ايه في الاهلي؟ في نفس الوقت هو عارف ان مستقبله في الاهلي. هو حاطط في دماغه بقى يقعد في مصر، يتولى منصب اداري، يتولى منصب فني. هو عارف ان هو باصص لقدام. فعشان كده بقول لك علي معلول حاله استثنائيه. قصه الاهلي مع اشرف بن شرقي، ما انا بقول قصه الاهلي حقيقيه ولا قصه اشرف بن شرقي؟ زي ما قلت لك الفلوس. طيب الاهلي مشكلته ايه في الفلوس؟ مشكلته ان اشرف بن شرقي ده النهارده مثلا هو بياخد مليون 200 مليون 300، هيبقى عايز يجي ياخد مليون 800 2 مليون. الاهلي مش هيقدر يعمل ده. هو عنده علي معلول مليون 400. عمره حتى ما هيديله زي علي معلول. هيبتدي يفكر ان اشرف بن شرقي ياخد مليون 200 مليون 300 لو هيفكر ان هو يديله. فبالتالي مستحيل اللي احنا بنتكلم فيه ده. مستحيل ان الاهلي يبتدي يفكر في الرقم ده. طيب هل النهارده اشرف بن شرقي الاهلي مش هيبقى عايزه؟ لا الاهلي هيبقى عايزه طبعا. واي حد يقول لك كده يعني، لو اداره الاهلي النهارده اي مسؤول في الاهلي قال لك انا مش عايزين اشرف بن شرقي، يعني قول له لا الكلام مش مظبوط. انت عايز اشرف بن شرقي، واشرف بن شرقي لو رايح فري هتاخده. اي نادي هيبقى عايز اشرف بن شرقي؟ الله ينور عليك. اي نادي موهوب يعني بس مميز. خلاص احنا وصلنا للمرحله اللي هو الايه القول الفاصل في الموضوع. اي نادي هيعوز اشرف بن شرقي، ولكن الموضوع مادي. وخلي بالك مش مادي ان الاهلي معهوش فلوس. لا الاهلي معاه فلوس. وعلى فكره لو الاهلي معهوش فلوس، معهوش هو فلوس، هيمايل على ياسين منصور رئيس شركه الكوره استاذ ياسين منصور، هيدفع الفلوس زي ما دفع جزء في علي معلول. صحيح. مثلا يعني تمام. ولكن هو الموضوع مش كده. انا النهارده جدي لعيب مثلا مليون 800، عامل ازمه في الفرقه، عملت ازمه في الفرقه. وانا كمان النهارده الاهلي، وده زي ما بيقولوا طريقه الاهلي، انا النهارده بقعد اعمل ايه؟ ممكن وليد سليمان ما يبقاش بيلعب خالص دلوقتي، ولكن هو اعلى راتب في الفرقه. انت طبعا دي معلومه انت اكيد عارفها. يعني اعلى راتب في الفرقه دلوقتي وليد سليمان، اعلى راتب في اللعيبه المحليين واللعيبه المصريين. ليه؟ الاهلي يقول لك انت اديتني ايه او عملت لي ايه في طول حياتك، فبالتالي انا ممكن اجي اخرمك في وقت من الاوقات. صحيح. ده اسلوب ما بيحصلش الا في الاهلي. فبالتالي انا مش هجيب لعيب من بره حتى لو امكانياته كبيره جدا، وياخد مرتب اعلى من اللعيب المتواجد. بدليل بيرسي تاو، حد يقلل من امكانيات بيرسي تاو؟ لا، بيرسي تاو بياخد اقل من علي معلول. انت فاهمني اقصد ايه؟ يعني هو القصه في ايه؟ ان انت النهارده مش حجم اللعيب اللي انت جايبه. طب بيرسي تاو معلش يعني المفروض كواليتي اعلى من اشرف بن شرقي. صحيح. فهو عمره ما هيدي اشرف بن شرقي رقم اكتر من بيرسي تاو مثلا.